صباح الخير. صباح النور. شلونكم؟ زينين الحمد لله. أخذنا دروسنا السابقة عمليات الطرح، وإحنا تعلمنا عمليات الطرح كنا بصف أول ابتدائي، بدينا ناخذ أعداد بسيطة، مو صحيح؟ صحيح. تعلمنا شلون نطرح العدد الصغير من الكبير، بس إحنا ما راح نكتب، راح نكتب أول مرة العدد الكبير وبعدين العدد الصغير. فأنا أقول أنا أطرح العدد الصغير من الكبير، يعني هذا العدد الصغير من الكبير، بس أنا لازم بالأول أكتب العدد الكبير. وتعلمنا شلون نطرح الطرح الذهني، أوكي؟ بعدين أخذنا الطرح مع إعادة التسمية، تعلمنا شنو إعادة التسمية؟ يعني إيه؟ يعني انه العدد الاحاد يحتاج مساعدة العشرات، مساعدة جارة، واتفقنا انا وياكم نروح الجارنا العشرات، اوكي؟ الاحاد مالتنا ضعيف وقلنا نروح للعشرات، متفقين؟ متفقين. بعدين اخذنا طرح المئات، بدينا نكبر اعدادنا صارت قامت تكبر، بدينا ناخذ طرح المئات، اوكي ماما؟ زين، اليوم راح ناخذ الطرح حتى العدد 999، اوكي ماما؟ يعني راح ندي نطرح شنو؟ يا مرتبة مئات، يا عليك، ديك الدروس اخذنا طرح احاد وعشرات، يوم كبرنا راح ناخذ طرح عدد جديد آحاد عشرات زين، راح أطرح طرح عادي، كل ما العدد يكبر هو طرح نفس الفكرة، أوكي؟ نطرح العدد الصغير من الكبير، يعني الكبير هو اللي فوق، هذه عملية الطرح. زين وياي يا ماما، واحد طرح واحد صفر، زين 9 نطرح منها 3 6، زين واذا ما عرف الستة شقول؟ احسب ما بعد ثلاثة، احسب ما بعد العدد الصغير وابدي اصعد الى ان اوصل العدد الكبير، الى ان اوصل الى العدد الكبير، احسب وياي 4 5 6 7 8 9، شو طلع عندي اعداد؟ 6. اهم شيء احنا عمليات الطرح وحتى الجمع من اكتب العدد شو اسوي له؟ تباعد، اخلي عليك اسامه، تباعد اعداد، اخلي الفواصل مالتي الاحاد هي الاحاد، العشرات هي العشرات، المئات هي المئات، اوكي ماما؟ هسا راح نطرح العدد المئات، قد عندي؟ 6. طرح زي ما إذا ما عرف الشغل أحسب ما بعد الثلاثة إلى أن أوصل 6. 4 5 6 7 8 9 قطلع عندي العدد 360، لكن اتفقنا مرتبة العشرات تاخذ الواو والنون، مو صحيح؟ يلا ناخذ العدد الثاني، اقرأ لي هذا العدد 5. نطرح منها 2 يصير 3. احسب ما بعد الاثنان الى ان اوصل الخمسة 4 5، تطرح عندي العدد 3. وانا اسوي احاد ويا الاحاد، هسه اطرح عشرات 7 طرح 4 يصير 3. زين نحسب شويه نشاط، ما بعد الاربعة 5 6 7 قطرة عندي 3. زين 9 طرح الثاني ما اعرف، احسب يلا ويا يا ماما، ورا الاثنان من يجي 3 4 5 6 7 8 9، قطرة عندي 7 قد النادي 7 ابيض
620. طرحنا بسيط وحلو، تعلمناه الصف اول، بس اليوم اخذناه احاد عشرات مئات.